يو السلام لي زامي، معكم عوينا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نمشيو لطنجة باش نحضروا الماتش ما بين الجيش الملكي واتحاد طنجة الدورة 30 من البطولة الاحترافية، ونمشيو كاملين لادار ان شاء الله. وحاجة واحدة اللي نتمناو هي الله رب ان شاء الله ديالنا يا ربي البطولة البطولة صح. خليكم معنا في الفلوق، ليتس جو. احنا وصلنا دابا لطنجة كما كتشوفوا، غنشوفوا شنو نعملوا دابا، واش نشبروا لوطيل ولا نمشيو نقصي ولا نمشيو نتساراو. خليوكم معنا في الفلوق، ما تنساوش لايك لايكي ودابا لايكي، ولا ما درتش ابونيش ابون. يلا يلا صافي صافي، يلا كملوا الفلوق. كما تشوفوا احسن قيصر طنجة عند الموتشو، غنجربو ونقول لكم كي داير، غنقول لكم الثمن وكل شيء وفين كاين الموقع ديالو واي حاجه. احنا دابا في كاسا باراطا كما تشوفوا هي هنايا، مشينا ضربنا البيصر عند الموتشو، احسن بيصر في طنجة كاينه. المهم تحسبش علينا بيصاره وكساتاي وكوميرا، المهم ريحتها خبزه ب 12 درهم. دابا نمشيو نشبرو لوطيل، شوفوا فين نريحو. احنا لي زامي دو فلوطيل كيما كتشوفوا، جا في طريق البحر، في طريق ما رايناش، ما راينا بقاش على اليمين والمريسة على اليسار كيما كتشوفوا هنايا الباطوات الكبار وداك الشيء. واحد الاوتيل فيو زويون، تروازيام ايطاج كيما كتشوفوا، تطلع على كل شيء، كاين واحد لا تيراس هنا، نوريكم الشومبر كي دايره وداك الشيء. مرحبا بكم في الشومبر. كما كتشوفوا اول حاجه اللي هي التلفازه هنايا، كاين ماريو بانياج، كما كتشوفوا هي الناموسيه، كاين نيبيره هنايا، امتيعه هما هنايا كما كتشوفوا، ترجم هنا ما كيطلع لا والو، كيطلع للناس. هذا الدوش كما كتشوفوا شعل الضوء ضروري، ما غاديش ديالي حطيت الادوات. كاين الدوش هنايا، هادي هي الشومبر كيما كتشوفو زوينة. خليوكم معنا نقادو الحوايج، ديك الساعة نمشيو للطلع. تابونو لي مابونيش، لايكو الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم والناس ديال طنجة. المهم لي زامي حنا بدلنا حوايجنا وجينا البلاي كيما كتشوفو، على كوط مورانا بلاي قدامنا، نمشيو نضربو شي عومة. شي عومة تاريخية في طنجة، أول مرة نعوم في بحر ديال طنجة. نضربو شي عومة في البلاية، شوفو من بعد مسخوها شوية. ها؟ ما عندهمش نادو نادو. واو واو نغطسو نغطسو سيد هاد. دار زوين الله يجواه لزامي نعومو دابا، تنعومو شوي ونرجعو ليه. ايلي ما تقدروش تعومو معانا حيت ما جايبينش الكوبر، ونجبنا الكوبر ونعمتو معاه. خليوكم تنساليو العومة نرجعو ليه. صافي
واش لي زامي حنا رجعنا من البلايا ندخل ندوشو دابا نديرو لها شي دوشه نحيدو الرميله نحيدو تبرونزيت فراسك ما الدراري تحاليت واحد شويه ها هو اللون شو ندخل ندوش ارجع لك يا فينا لي زان المهم دابا نمشيو نتغداو ان شاء الله شي طاجين ولا شي حاجه غنشوفو شنو ناخد تما كاين لي ريستورون داكشي غنشوفو شنو ناكلو تما بصح بزوين الطعام زي كاين الخضره بزاف شو فين ما مشيتش في اي خويا كاين الخضره كما كتشوفو هاو صدر ديال الدجاج جا عندنا خبز ولا صوص احنا سالينا دابا يلا سالينا من الدجاج وحنا دابا في واحد الكازون اللي وراشكم قبيله احنا فين مريحين دابا في الطبيعه واحد شويه مشاو للوطين شارجو الكاميرا ومشارجو التليفون ورجعوا لكم في العشيه نهبطوا للاكوت نشوفوا الاجواء كي دايره تما احنا العائله دابا في القمه كما كتشوفوا واحد طلعت على درت ديال التقدو كما كتشوفوا شنو تما اي هذيك اسبانيا معنا الدراري هنايا فين الدراري هاني اخي هو انا كلشي مزيان باش بان لكم غدا ان شاء الله غدا ان شاء الله مربوحه باذن الله بغينا ندير البطوله ان شاء الله ان شاء الله داكشي اللي بغينا يا ان شاء الله احنا دابا جينا نتغداو الشاشيه ناخذو الانتي والتيرانه تقدر الشمس بعدا مزيان اه بلا الناحيه صافي جينا ناخذين اشياء من الوباء ما جابوا لنا مع الغروب يسالا نرم كيبان كيجاش معايا الشاشية ليزان ناضية غتبقى تشوفوني بها في الماتش ديال الشمال ان شاء الله تطوان طنجة طولة احنا رجعنا لكم دابا كندورونا في مارينا غنمشيو للصيف هاهما الدراري عساكر هنا ها هو معنا ميكي ماوس هنايا قول لهم شي لعيبه ميكي ماوس عاز وسوس لي زانديا عاز المهم لي زعما شنو خديت انا والدراري مكعب كما كتشوفوا خوضه ديال الدجاج تعشاو بهم هاد الليله ما عرفتش الوقت كي تيدوز باغي ان شاء الله لوبجيكتيف هو البطوله غدا ان شاء الله هو لوبجيكتيف اللي جينا عليه شوفوا شحال في الساعه وحده وثلاثه دقائق وباقي الدنيا عامره هنايا الناس باقي خارجين عاد كيخرجوا دابا راهو كلشي باقي حال بلاصه ديال القصر كامله باقي حاله احنا في لوطيل دابا كما كتشوفوا عيد ديال بصح والحمي كامل سخون وحمر تبرونزيت الصباح في البلايا غنعسو حتى الغدا ان شاء الله تصبحوا على خير صباح الخير لي زامي احنا رجعنا لكم دابا يلا فقنا او معنا الدراري هنيت صباح الفكره اسامه وايوب ايوب وفين اليوم ان شاء الله نهار الماتش نتمنوا الرباح صافي خليكم معنا دابا نمشيو نفطروا شوفوا واش نضربوا البايسر ولا رغايف وفرماج واشاي ولا شي حاجه اخرى مو هاهم الدراري هنا معونه ومربوحه ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه بالعربي العربي تحيه العربي العربي شحال الدراري اليوم في الماتش نتمنوا ان شاء الله جوج واحد ان شاء الله جوج واحد ان شاء الله هو شي عسكري ان شاء الله بورور الصينيه الصينيه عم جي شنو الدراري هنا يا عم الدراري عم ضربو شي شبنيت البايسر الخاول جيو ضربو معنا البايسر اللي زدان جيو جيو ماشي شي طانج ما ضربش البايسر ما درش والو الخاول يا خي دار احنا يلا سجلنا البيصاره دابا باقي ليا واحد نص ساعه نمشي ندوش فيها نبدل فيها حوايجي نجمع حوايج ونخرج من لوطيل ديك الساعه
نشوفوا فين نشتوا مصاب. ان شاء الله من طنجه ان شاء الله. احنا لي زامي غادي للتيران دابا، نتمنى تكونوا تسمعوا شي حاجه حيت كاين الريح بزاف هنايا حدا التيران. هاو التيران هنايا حنا طالعين ليه. هاو من الدراري هنايا الدراري هنا كيرتاحوا سان طريقه ان شاء الله نديو فيها البطوله ان شاء الله. احنا هنايا والريح مورايا دابا تكون تسمعوني مزيان حتى الريح كيضرب فيا كما تشوفوا الجمهور هنايا تبارك الله. دي بلاص موتفير لمدينة طنجة ان شاء الله بطولة عسكرية سعيدة سعيدة عسكرية المهم لي زعما حنا غاديين دابا يلا جا الكار نمشيو ندخلوا للتيران. كاين واحد الريح راه ما يمكنش هنا في طنجه وخصوصا حدا التيران مع كاين الفويد يعني واحد الريح ما يمكنش صاحبي كتحس بيه بحال الله يطير. المهم حنا غادي دابا للكامبو غادي ندخلوا. احنا وصلنا لي زعما دابا للتيران نمشيو ندخلوا. هاهو كامبو بنو بطوطا التيران الزويون ديال طنجة ان شاء الله احسن تيران في المغرب. غندخلو نمشي اشوفوه اكبر تيران ياك 60000 بلاصة. غندخلو نمشي اشوفوه كامل. احنا دخلنا للتيران دابا تيران تبار الله ما عرفتش شحال كبير راه ما يمكنش تسمع على راسك باش تشوف. احنا دخلنا للتيران دابا العين واللعب يدخلوا واحد شويه ان شاء الله في الجمهور بحال ديما. يلا الناس فيه يلا يلا Thank you.
المهم اللي زعمي سالت المطال الاولى واحد لواحد ما كتبش نحافظوا على داك البيت ولكن ماشي مشكل ان شاء الله. المطال الثانيه كنحس بريحه البيت ان شاء الله يكون خير يكون خير ان شاء الله يكون خير ربي ما يخيبناش ان شاء الله.
والله اليوم بالون سينما على الولاد. Yeah.
المهم الزامي سال الفلود هنايا الحمد لله ما نقولش لكم 3 بوان نقول لكم البطوله بطوله 13 الحمد لله كما تشوفوا عشان هو الاخر في التيران نمشيو ان شاء الله نرجعوا الرباط ونستوعبوا هذا الباركور اللي درنا حيت واحد الباركور ما يحس به اللي عايشه يعني شحال من الماتش دوزناه حتى لاخر دقيقه ما بحال الماتش ديال خريب قام مؤخرا بيلانتي حتى الاخر كون دابا ديك بيلانتي داك البوطو ما كانش كون راه سيناريو اخر يطرا. المهم لي زعامي ما تنساوش واحد اللايك ابوني ابوني الشين فعلوا معكم الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد. تحيه الناس طنجة كاملين من الأ تلزيد وتشي اللي كان and peace.